السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث اليوم الأول كانت كالآتي: عند محاولة السيطرة على المعابر تفوق 93 في هذا، فقدرت أنها ترمي حصونها أمام معابر 6 من جهة 307 في تحدي واضح وصريح أنه أنا قادر أبني هذه الحصون وبالقرب منك. كان الفارق ما بين السيطرة على المعابر هو تقريبا دقيقة، ولكن هذا ما يعني شيء. هو الهدف أنه من يحتل المعبر أولا بحيث أنه يأخذ أفضلية البناء ورمي الحصون أكيد. الشيء الثاني، عندما كانت 307 تحاول الوصول لهذه الحصون، كان فريق البناء بطيء مقارنة بمن هم أمامهم في طريقة تمديد الأعلام، وهذا الخطأ الفادح والأساسي اللي كلفهم الكثير. الشيء الثالث، عندما كانت المواجهة الميدانية كان في شد وجذب ما بين المملكتين، صحيح أنه كانت تأتي على مسافات بعيدة اللي هو 93، ولكن بأعداد مخيفة. ظهرت أعداد 93 أنهم أكثر من 307، فلما التحمت الأعلام بالحصن الأول 93 حضروا الميدان بشكل مرتب للتصدي لأي عملية سوارم تأتي على الحصن. عملية سوارم يعني للمستجدين أنه أكثر من مسيرة تضرب هذا الهدف، واللي كان فعليا متبقي عليه 5 دقائق للبناء، وفعلا نجح 93 بالتصدي لميدان 307 وبنت حصونها بهذا الشكل. هذه مجريات أحداث اليوم الأول. برأيكم كمتابعين، ما رأيكم في هذه المنطقة حتى الآن؟ هل فعلا تستحق القتال عليها؟ هل تعتقد أن القتالات ستستمر أيام وأيام، علما أن الفارق ما بين معابر 4 و5 هو 11 يوم تماما؟ هذه المنطقة فائدتها الوحيدة هي الهيرونز، والتي تمنح دفاع قوات وأيضا احتلال المباني اللي هو نقاط الاحتلال. أما معبر 6 اللي هو مسيطر من قبل 93 هو حرفيا لا يعني شيء في ظرفهم الحالي. ليه؟ لأنه إذا فكرت 93 بالدخول للمنطقة التي تلي هذه، يعني هي ستدخل في معركة أمام 307 من جديد، ولكن ليس لوحدها 307، إنما مع حلفاء 307. فشاركونا توقعاتكم وتحليلاتكم على مدى الـ 11 يوم القادمة. هل ستصمد 93 هنا؟ هل تتراجع 307 وتمنح المنطقة لـ 93 نظرا لكثرة الأعداد؟ كيف ممكن تتعاطى مع الأوضاع الحالية المملكتين بعد ما عرفت يعني أداء كل مملكة؟ يعني شاركونا بالتعليقات آراءكم، فيعطيكم العافية على المتابعة. نراكم على خير، في أمان الله.